التطور الكبير الجزء 78. هنكمل مع بعض النهاردة الرد على ادعاء تطور الحوت من حيوانات ثديية برية المفروض ان هي رجعت للمية مرة تانية. عارف ان الاخوة احباء البعض خاصة لسه يعني كل يوم اعتقد او كل اسبوع اعتقد بيجوا لنا ناس اخوة احباء جداد سواء على الفيسبوك او اليوتيوب وعلى البلتوك. فليه بتكلم في موضوعات تبدو علمية رغم ان المفروض ده فترة خدمة مسيحيات لاهوت دفاعي؟ لانه ايضا الالحاد بيهاجم الكتاب المقدس، وده برضه من مسؤولية علم اللاهوت الدفاع او اللاهوت الدفاعي ان هو برضه يرد على هذه الامور. الاخوة الملحدين لما حبوا يهاجموا الايمان المسيحي بالاضافة لحاجات كتيرة، لكن هاجموا ايضا ادعاء ان الكتاب اخطأ من بدايته، وبناء عليه طالما بني على خطأ فهو خطأ. ادعوا انه الكتاب المقدس تكلم على الخلق وقال انه الكائنات كلها اتت بالخلق، وده علميا خطأ، الكائنات اتت بالتطور. وهذه القصة والمقدمة اللي بقولها لحضراتكم باستمرار بس مش عايز اطول فيها. فباختصار شديد دايما كان في محاولات لإنكار وجود إله عشان يتخلصوا من سلطانه، محاولة فلسفية وأحيانا نفسية إن الإنسان عايز يقول يا ريت ما يكونش في إله عشان أبقى حر، لأنه if God does not exist everything is permissible، لو الله غير موجود فكل شيء مباح بالنسبة لي أعمل اللي أنا عايزه. فالمحاولات الفلسفية دي دايما بتفشل ليه؟ لأنه كان بتواجه بسؤال، لو لا يوجد إله خالق من أين أتت الكائنات والخلائق دي؟ كانوا بيفشلوا في الرد عليها تماما لغاية ما طلعت لهم فرضية تدعي انه لا الكائنات ما جاتش الحقيقة بالخلق، دي جات ازاي؟ لا دي جات بالتطور. ففرحوا بيها جدا الملحدين، تمسكوا بيها، ومن ساعتها بدأ الإلحاد يزيد تدريجيا واستماتوا في الدفاع عنها لغاية ما وصلوها لهذا الشكل، وللأسف نجحوا ان هم يخلوها في التعليم وغيره، وسيطروا فعلا على العلم والتعليم والإعلام العلمي. من الناحية المقابلة زي ما بقول دايما الإلحاد والتطور وجهين لعملة واحدة. الفكر التطوري الفكر الفاشل علميا، ليه؟ لأنه مقاييس العلمية لا تنطبق عليه، غير ملاحظ، غير مختبر، غير متكرر، ولا يخضع لمبدأ الفولسيفيكيشن. فالمفروض زيها زي أي فرضية غير علمية كانت تفشل، لكن بسبب دفاع الملحدين عنها المستميت استمرت حتى الآن. فبنتكلم في هذا الأمر، هل فعلا الكائنات جت بالخلق ولا جت بالتطور؟ هل بالفعل زي ما قال الكتاب المقدس ولا هل زي ما بيدعوا الملحدين؟ دايما يحاولوا يقولوا العلم ضد الإيمان، ودي الخدعة والكذبة الكبيرة اللي بيعملوها. لا، العلم الملاحظ، العلم المختبر، العلم المتكرر، العلم الحقيقي وليس الفرضيات الخيالية أو الكاذبة. يا ترى العلم الحقيقي مع مين؟ مع أن الكائنات جت بتصميم رائع من إله خالق خلقها بتصميمها الرائع واستمرت كأجنسها، أم العلم فعلا يؤكد أن الأجناس كلها جت من بالتطور من جد مشترك؟ اتكلمنا على الأجزاء كتيرة في هذا الأمر وإحنا لسه في القسم السادس، واتكلمت في الجزء السابق على خرافة ادعاء تطور الدب إلى حوت عن طريق ان الدب قاعد يوسع بقه زي ما قال لنا كابتن داروين في طبعته الاولى 1859. الدب الامريكي الاسود قاعد يوسع بقه يوسع بقه لغايه ما بقي حوت. هي الهبة كان يا مكان الدب وسع بقه بقي حوت في عده اجيال. طبعا برضو درسنا الخرافه الثانيه ادعاء ان البقره اتطورت لحوت. اتكلمت على هذه الامور بشيء من التفصيل، لكن لا تزال تبقى مشكله عند الملحدين اللي no way إن هم يقبلوا يعترفوا بالتصميم والخلق رغم من كل الشهادات اللي موجود عليه. ليه؟ إيه المشكلة عندهم؟ لا تزال لازم يلاقوا مصدر جه منه الحوت، هذا الحيوان الثدي العملاق جه من فين، ولازم يدعوا إن هو جه من تطور، فلازم يقدموا جد لهذا الحوت. فالمشكلة اللي فاضلة عندهم من فين جه الحوت كحيوان ثدي بحري، لأنه لا يزال عكس التطور، لأن التطور المفترض أنه أسماك تطورت لبرمائيات تدريجيا ومرت بيه حاجات كتيرة خلتها تتطور بهذا الشكل في حقب طويلة، المفترض تطورت إلى زواحف برية ثم تطورت الزواحف دي لثدييات برية، فالمفترض أنه الثدييات اللي تطورت في البرية وبس، ما نلاقيش حيوانات بحرية ثدية، نلاقي ثدييات كائنات برية فقط.
وجود ثدييات بحرية يؤكد التصميم، لكن ده المرفوض. هم اختاروا من البداية التصميم ده شيء بالنسبة لنا مرفوض، وهنحاول نتمسك بأي شيء حتى لو كان أساطير أو خرافة، حتى لو كان شيء مش مثبت، حتى لو كان في أدلة علمية تشير على خطأه، لكن لن نعترف بالتصميم. وقدمت إقرارات من مشاهير علماء الملحدين التطوريين على هذا الأمر. هم يرفضوا الكلام ده، فلا بد أن يتمسكوا إن لازم يكون في حيوان ثدي بري، لازم يكون هو اللي اتطور ورجع للمية واستمر في التطور تدريجيا لغاية ما بقي حوت. عرفنا الدراسات الجينية الكتيرة جدا اللي اتقدمت، اللي اتبذل فيها مجهود، واللي اتحطت فيها ميزانيات بحثية كتيرة، ما عرفتش تلاقي أي جد للحوت، وقدمت لحضراتكم أمثلة على هذا الأسبوع اللي فات معايا، فملقوش. فاكرين القصة بتاعت البروتين الواحد اللي في السيرم اللي طلعوه علشان يطلعوا البقرة؟ فأي كائن موجود حاليا، عارفين ان هم لو قالوا انه الخروف جد الحوت، لو قالوا انه القطة جد الحوت، لو قالوا ان مش عارف مين جد الحوت، سبع البحر جد الحوت، واتيفر، على طول سهل هنقارن الكروموزومات والجينات والبروتينات، وهنقول لهم لا، العلم يثبت ان ده ملهوش اي صلة، ونقارنه تشريحيا ونثبت خطأ هذا الادعاء بكل سهولة. قوم ايه علشان يتهربوا من النقطة دي؟ غيروا كلامهم ومسحوه بأستيكة، لا دب وسع بقه ولا خروف الماء، لا، قالوا كائن مندثر اسمه باكستيوس. الباكستوس ده مندثر، وده اللي اتطور بقي حوت، وقالوا هو ده الجد. وطبعا ده عشان كائن مندثر صعب ان احنا نقارنه جينيا ولا نقارنه بالبروتينات وغيره. الباكستوس ده رسموه لنا في البداية بهذا المنظر، قالوا بصوا هو ده اللي اتطور تدريجيا بقي حوت. وده هتلاقوه اتنشر كتير من بداية من 1983 وبعده. هل ده اللي لقوه وشافوه؟ وده دايما اللي بقول لحضراتكم، ما تتخدعوش باللي بيقدمه لكم، اسأل ده اللي بيدعوه ولا ده بالحقيقة اللي شافوه؟ لا، مش ده اللي شافوه، ده ما شافوش منه حاجة، ده اللي لقيوه حتة جزء من جمجمة، جزء من فك سفلي، عدة أسنان علوية، وجزء من المندبل الخلفي، ده اللي شافوه. تخيلوا من كام سنة وجزء من فك طلعوا لنا كائن بالمنظر ده، مع ملاحظة إن اللي وجدوه في البداية واللي بنوا عليه كل الفرضية إنه جد الحوت حتة من فك. ورغم كده مللنا المجلات العلمية بالصور لهذا الكائن اللي بص أو ما تبص عليه، فعلا، تخيل ينفع جيلين تلاتة أربعة ويبقى حوت، يوسع بقه بس شوية كده ويكبر، والطبيعة تنفخ في صورته وتحطه في الردة شوية صغيرة فيتنفخ يبقى حوت. ده الصور اللي كانوا بيقدموها. ايه رأيكم لما الطلبة تتقدم لهم حاجة زي دي وهم عارفين اللي مش ده اللي شافوه؟ ايه رأيكم في حيادية العلم اللي بيدرسوه؟ بنوا على فرضيتهم، فقالوا ان الاسماك لبرمائيات لزواحف لثدييات، وده من احد الحيوانات الثدييه البريه الباكستوس اللي بدا يعود للمياه مره تانية وتطور في عديد للمراحل لغايه ما بقي حوت. رغم ان ليه اعتراض، واعتقد الفكره اللي انا اديتها الاسبوع اللي فات، فاللي يحب يرجع لها يقدر تشريحيا، زي موضوع الدب وموضوع البقره، الفقرات وغيرها وغيرها وغيرها. لكن anyway، نتكلم بس على الباكستوس من غير ما ندخل في، او بدون ما اكرر اللي انا قلت الاسبوع اللي فات، اللي ادعى ان هو نصف حيوان بري نصف حوت، يعني اهو مرحله وسيطه ما بين الاثنين. اولا حاجه، الجمجمه اللي لقوها وما لقوش حيوان بيعوم ويغطس ويعيش نص حياته في البريه ونص حياته في الميه، ده لقيه حته من جمجمه بس، يعني ما يعرفوش حاجه عن حياته، ما يعرفوش حاجه عن شكله كويس، يعني المعلومات كلها اللي قدمت هي معلومات افتراضية. ده العلم اللي بيبنوا عليه
الأدلة بتاعتهم كلها بتبقى افتراضيات وممنوع إن أنت تجادل فيها، ولازم تتدرس للطلبة عشان يلحقوا يغسلوا مخهم بالتطور فيطلعوا مقتنعين بيه ويقولوا لك حقيقة. بقية العظام اللي بيحطوها هو أكشوالي تجميعات مختلفة وهو مش هيكل كامل، ولكن اكتشف هيكل كامل لهذا الكائن فيما بعد. هل طلع الشكل الحلو الجميل الخادع ده اللي نصه حيوان ثدي بري ونص حوت ابتدى فعلا أنفه تتحرك لأعلى والإيدين بتاعته تبتدي تتحول إلى مجاديف والجسم يبتدي يكبر ويبقى أسطواني ليه عشان يبقى حوت؟ لا، مش ده اللي لقوه. آدي لما كملوا بحث ده الهيكل اللي اكتشف، ادي الهيكل اللي شبه مكتمل اللي لقوه بعد ذلك بعد ما قالوا ادعائه. ايه رأيكم؟ لسه برضو نص حيوان بري نص حوت. تخيلوا لمدة السنين العديدة دي كمية الطلبة اللي انخدعت في المناهج التعليم وفي المتاحف إنهم خلاص العلماء لقيوا المراحل البسيطة بتاعة الحوت، رغم إنه كانوا بيدرسوا شيء رسم خيالي مش حقيقي. إيه رأيكم؟ قد إيه الطلبة اتعرضوا من سنين تدريس لخدع؟ اتضح إن هو حيوان بري زي ما قلت، هو حيوان أرضي كامل طبيعي، لا هو بيغطس ولا بيسبح ولا رجليه بقت مقاديف ولا ليه علاقة بالبحر ولا غيره، ده حيوان يشبه كلب صغير. That's it. كائن يشبه الفصيلة الكلبية إلى حد ما مندثر. بس اتضح إن هو لا مرحلة بسيطة ولا ما بين الحوت وما بين الثدييات البرية ولا غيره. قوم إيه حبايبنا يا حلوين، بدأوا يغيروا كلامهم تاني عادي، ما أصلك في مجال التطور كل ما تتزنق غير كلامك وهتلاقي التشجيع موجود. ابتدوا يحطوا فرضيات أخرى ومراحل وسيطة تانية ويوسعوا الموضوع أكتر ويقدموا لنا اللي قدام حضراتكم السلسلة الجميلة دي. قالوا لنا لا 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 لا، الموضوع مختلف شوية عن اللي انتوا فاهمينه. هو بدأ بالإندوهيوس ده اللي يشبه الخنزير الصغنن أكبر من الجينيا بيك بحاجة صغننة، وبعد كده الباكيسيوس، وبعد كده الامبوليسيتيوس، وبعد كده الرودوسيتيوس، وبعد كده نوصل للدورودون، وبعد كده نوصل للحوت اللي احنا عارفينه. واو، دي الحلقة شبه مكتملة. وقال لك ده من 48 مليون، وهو وده من جد مشترك من 52 مليون، وبعدها ده لده لغاية ما وصلنا لأبو 40 مليون اللي هو والحوت ليهم جد مشترك. لو بصيتوا على السلسلة اللي بيقدموها الحقيقة يقدموها للناس كمراحل وسيطة، ولكن هم دايما يقولك في جد احنا مش عارفينه اتطور في مراحل تطور تدريجية مش عارفينها، طلع لنا ده وطلع لنا جد تاني حفيد لده ولكن جد للي بعد كده مش عارفينه في مراحل وسيطة مش عارفينها، ولغاية ما طلع لي ده، وبعد كده الجد اللي مش عارفينه طلع حفيد لي مش عارفينه تطور في مراحل وسيطة كتيرة مش عارفينها لغاية ما وصل لي لده، والحفيد ده بقي جد مش عارفينه لمراحل وسيطة كتيرة مش عارفينها، طلع لي ده وطلع لي جد تاني مش عارفينه في مراحل بسيطة كتيرة مش عارفينها، طلع لي الحوت. ما بيقولوش الكلام ده. لما تلاقيهم بيتكلموا يقولك من ده تدريجيا لغاية الحوت، لكن الحقيقة لما تبص على الكلام التاني اللي بيتقال التفاصيل اللي دايما الشيطان في التفاصيل، تلاقي لا، ده المفروض مش مراحل بسيطة. ديك جيري قال الحقيقة اللي انت بتقولوه ده لا يثبت اي شيء عن تطور، ده مثله مثل كتير من الحيوانات
اللي احنا مش لاقيينها اي مراحل وسيطه. ذات سيت هما ما عندهمش مراحل وسيطه لتطور الحوت، ولكن لازم يقولوا ان الحوت جه بالتطور، ولا يوجد عندنا اي دليل ان هما تطوروا لبعض ام هم اجناس مستقله. انت تجمع لي شويه هياكل لكائنات اندثرت وعارفين ان نسبه انقراض الكائنات كتيره، وتيجي تقول دي مراحل وسيطه؟ طب اديني دليل واحد ان دي مراحل وسيطه مش كائنات مميزه اندثرت، مش هتلاقي. anyway في الحاله دي اهملوا حاجه واضحه يعني بديهيه لاي حد، الحجم الضخم، فرق الحجم الضخم ما بينه ما بين اي كائن ارضي. المراحل المزعومه دي ليها نفس الاشكاليات اللي قدمتها الاسبوع اللي فات اللي مش هصدع حضراتكم بتكرارها، ونفس الاشكاليات اللي قدمتها في موضوع ادعاء تطور الحصان واللي اثبتنا فيها بالتفصيل انه باقرارات العلماء، ومش العلماء بس، المشاهير منهم، انه تطور الحصان ده خدعه من اختلاف عدد الاضلع، عدد الفقرات الظهريه وغيرها كتير. وايضا بيها نفس الاشكاليات السابقه في موضوع فقرات الرقبه، الكائنات الثدييه دي عندها فقرات للرقبه مهمه، الحوت ما عندوش فقرات رقبه. فالمفروض انه اي كائن من الكائنات دول كل المراحل اللي قدموها ليها فقرات، الجد ده ليه فقرات رقبه، وهكذا 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 لغايه ما نوصل للحوت ما عندوش اي فقرات للرقبه. اللي حضر الاسبوع اللي فات، انا مش عايز اطول على حضراتكم واكرر الكلام ده، لكن درسنا الموضوع ده بشيء من التفصيل، ازاي تكون الفقرات في المراحل الوسيطة بتضمر تدريجيا عشان تختفي تماما في الحوت حفيدهم. والفقرات دي معروفة ان ليها مرتبطة باسلوب التنفس وغيره، ما ينفعش ان اقول حيوان اتطور فأوبس فقد رقبة، الرقبات الفقرات بتاعت الرقبة معلش أوبس اختفت، ده ايه ده؟ لا يختفي فجأة ولا تدريجيا، ده الاتنين كوارث. متخيلين الكلام اللي بيقولوه ده تهريج ازاي؟ ويسموه علم في الاخر. ده صدقوني لو اتكتب في ألف وليلة وليلة الاطفال مش هيقبلوه، لكن عشان بيتدرس بهالة علمية لازم يقبلوه ما يعترضوش عشان ينجحوا في الاخر. ده لو تطرقنا للجينات المختلفة اللي بتنتج الفقرات دي ازاي؟ واحنا عرفنا قبل كده ودرسناها بشيء من التفصيل ان مفيش ميكانيزم يشيل الاعضاء الاثرية، انت ما عندكش ميكانيزم في الطبيعة يشيل الجينات ويشيل الاعضاء اللي بتنتجها. طب ازاي كان بيتطور التنفس اثناء الفقرات دي ما بتنقرض وبتبقى ضامرة؟ ازاي بيتطور السير والعوم والمشي وغيره بغض النظر عن الالام الرهيبة اثناء الفقرات دي ما كانت بتبقى ضامرة؟ وزي ما شرحت قبل كده، أي مرحلة غير مكتملة في ضمور فقرة أو اختفاء فقرة أو غيره، هو مش قادر يتحرك، مش قادر يتنفس كويس، ده معيوب. وتساءلنا هذا السؤال، هل حد يقدر يجيب لنا من المناهج بتاعت الجامعات ليه انتخبت الطبيعة هذا المعيوب؟ ولا يا ترى برضو مفيش إجابة؟ بل لو دخلت في التنظيم العضلي العصبي اللي بيحتاج يتطور في نفس الوقت مع هذه الفقرات اللي بتضمر الأعصاب، وبخاصة اللي بتمر في الفقرات أو بتتفرع منها وحواليها، الأوعية الدموية أيضا اللي بتمر بها أو لها وحواليها، كل ده المفروض يكون حصل بالصدفة في نفس الوقت. احتمالية الصدفة دي تتعدى حد الاستحالة. وبرضو زي ما قلت لكم، مش فرد واحد، ده لازم يحصل في فردين مختلفين ذكر وأنثى، وزي ما قلت لكم بالصدفة البحتة يكونوا في نفس المكان وفي نفس الزمان ويتقابلوا ويتزوجوا أو يتناسلوا وينجبوا، والنسل بتاعهم هو اللي يسود وينقرض السابق. إيه رأيكم؟ هو ده علوم التطور اللي بيعلموها لأولادنا في المدارس عشان يقنعوهم إن الكتاب المقدس خطأ اللي تكلم على الخلق؟ إيه رأيكم؟ اللي قلته ده مش بس على فقرات الرقبة فقط، عظام كل الجسم يتحول تدريجيا من هيكل عظمي كائن بري زي ما انت شفتوه إلى كائن أسطواني شكل عملاق. أي عدم اكتمال ولو شيء صغير في أي مرحلة وسيطة هو قاتل،
عظام اليد والأنف ونظام التنفس الكارثي وغيرها. مش هكرر الكلام اللي أنا قلته الأسبوع اللي فات وقبله، لكن كل ده ينفي الادعاءات الخاطئة. المهم، المراحل اللي قدموها، الأولاني الحلو الجميل اللي قدموه هو في حجم أنفض أو خنزير صغير من الأنواع الصغيرة، أكبر شوية من الجينيا بيج زي ما قلت لحضراتكم. الجد ده الحلو ده المقطط ده اللي اسمه الإندوهيوس، ده جد الحوت اللي قالوا عليه مندثر. مقارنة سريعة قوي ما بين جد الحوت والحوت، ادي صغنن قوي قوي ده هو الجد وحفيده ده. ايه رأيكم؟ ده الجد وده الحفيد. ممكن حد يشرح لي ازاي ده حصل؟ بأدلة علمية وليس بفرضيات. انتم متخيلين فرق الحجم ما بين قد ايه؟ ما بين خنزير صغنن وما بين الحوت. الخنزير الصغنن قوي ده جد الحوت. ايه رأيكم؟ مش عارف اقول ايه. الإجابة ما عندناش دليل وما عندناش تفسير، زي بالظبط ما الديناصور المفروض ان هو تطور من جد برمائي، ولما نسأل عن فرق الحجم مفيش إجابة. بل فاكرين لما قدمت لكم المراحل الوسيطة اللي بيدعوها، ده طوله 2 متر ونص، لا ده طوله 50 سنتي، لا ده طوله متر ونص، لا ده طوله 30 سنتي. ايه يا عم، هو شغال يويو، يكبر يصغر يكبر يصغر يكبر يصغر لغاية ما فجأة يبقى ديناصور زي التيركس ولا السيرابود ولا غيره؟ مفيش إجابة. لكن لا، في إجابة الحقيقة، في إجابة بأدلة علمية عكسية. إيه هي؟ الجينيتك بول اللي اتدرست، أو ما يسمى بالمحتوى الجيني وجينات التحكم. يعني إيه؟ إحنا عندنا منظومة جينات رائعة دقيقة بتتحكم في حجم كل عضلة وبتديها حد معين. عشان كده اللي بيربوا ماشية وكل المحاولات، ده مش طبيعة، ده مش عشوائية، دي محاولات منظمة ذكية من الإنسان عشان يكبروا حيوانات الماشية اللي بياخدوا منها اللحوم والكلام ده، زي الخنزير وزي الأبقار وغيره، وتدخلوا بذكاء بشري في الجينات وحاولوا يتلاعبوا، ولكن كلهم وصلوا لنتيجة واحدة. وهي إيه؟ أنت عندك حد معين ما تقدرش تتعداه في حجم العضلات. تقدر تكبر الخنزير شوية صغيرة، ولكن ليك حد معين ما تقدرش تتعداه. تقدر تكبر الأبقار وحجم الأنسجة العضلية اللي هي اللحم في الأبقار، ولكن بتوصل لحجم معين ما بتقدرش تتخطاه. في الحصان عشان المسابقات الفروسية المهمة جدا، ومحاولات باستمرار تحسين قدرة الحصان، كلها بتوصل لحد معين ما بيقدروش يتخطوه، لأن احنا عندنا منظومة غاية في التعقيد والدقة من الجينات اللي بتتحكم في الحجم، حجم كل عضلة. المنظومة دي مفيش حاجة اسمها طفرة، أستاذ صفو وكل الأساتذة اللي بيسلموا، مفيش حاجة اسمها طفرة، وخاصة طفرة من الأسلوب العشوائي، تؤدي إلى أن كائن يكبر وتكبر فيه كل العضلات بتناسق. الكلام ده خرافة، الكلام ده جينيا ما ينفعش تماما، ده الأدلة الجينية أثبتت عكسه. ده حتى الأكروميجالي، المرض الشهير أو المرض المعروف، ده بيحصل فيه تشوه ومعروف النظام بتاعه بيبقى إيه، وبرضه ليه ليميت. إزاي يكبر هذا الكائن تدريجيا لما يبقى من خنزير صغنن يبقى حوت؟ اشرحوها لنا جينيا إزاي؟ ممكن تشرحوا لنا جينيا منظومة الجينات الغاية في التعقيد المسؤولة عن حدود أحجام العضلات تم فيها إيه؟ هل يا ترى حد من معيد التطور يجيب لي إجابة علمية تفصيلية من الجامعات اللي بتدرس التطور؟ لكن خلاص نسيب الموضوع ده، عديها ونمسك الحفريات. أولا، يوجد تناقض في الأدلة اللي قدموها. ادعوا لنا ايه؟ ان الجمجمة متشابهة وعظام الاذن سميكة زيها، بصوا الخلق الناطق زي جده الحوت ده المقطط ده بالظبط في شكل الجمجمة زي جده. لا، دراسات بعد كده تفصيلية طلعت ان الكلام ده غلط، بل دايما زي ما بيقولوا الكذاب، يعني الكذب ملوش رجلين.
ومصيره بيتفضح. يعني حتى في بعض حفريات الإنسان اللي ادعوا إن هي مراحل وسيطة وقعدت 120 سنة وفي الآخر برضه اتفضحت. الكارثة الكائن اللي اختاروه ده مندثر عشان إيه؟ ما يطلعوهمش العلماء المسيحيين يقولوا لهم ده احنا قارناه جينيا طلع ما لهمش علاقة، فعشان مش عايزين الصداع ما بين من العلماء المسيحيين جابوا لهم كائن مندثر تماما عشان ما يعرفوش يعملوا لهم أي بحث. الهيكل الأخراني المكتشف تم التمكن من استخراج الدي ان ايه، يعني اللي هربوا منه برضو لف الزمن ووقعوا فيه، وعرفنا نستخرج الدي ان ايه ونحلله للكائن بتاع الايوهيوس. لكن الناس اللي متابعه معايا من زمان اللي تحب الموضوعات دي، رغم ان انا عارف ان هي للبعض موضوعات يعني ثقيله الى حد ما، على طول هيكتشف مشكله. الاندوهيوس ده جد الحوت قالوا لنا عليه ده منقرض من كام مليون سنة؟ 48 مليون سنة. حلو؟ لا. ليه خير؟ ازاي كائن منقرض من 48 مليون سنة ولاقي الدي ان ايه لسه موجود في الهيكل بتاعه؟ فاكرين؟ لما جبت لحضراتكم الابحاث العلمية الرائعة الدقيقة اللي طلعت ان نص العمر للدي ان ايه هو 521 سنة فقط، وقدمتها بمراجع كتيرة واتنشرت في مجلات علمية كتيرة في الموضوع تطور العضو الجزء الثامن عشر وسرعة تحلل الشريط النووي. فاكرين الموضوع ده اللي حتى لما التلفزيون ساعتها بقي يتريق ويقول للأسف العلماء فقدوا الأمل في حديقة الديناصورات؟ الكارثة انه الدي ان ايه مش هيقعد 48 مليون سنة، مش هيقعد هذه الفترة. الدي ان ايه كام الف سنة ويكون خلاص يبدأ يتحلل. وعلى فكرة نصف العمر بتاع الدي ان ايه اللي اتكلمت عليه اللي هو 521 سنة ده يطابق تماما اللي قاله الكتاب المقدس عن عمر الخليقة والطوفان، وده يصلح تماما ان تكون الحفريات زي ما شرحت اتكونت في أيام الطوفان مش بالحقب المزعومة. فاكرين؟ نعدي النقطة دي رغم ان دي كافية، ما علينا، لأنها دي كافية تماما تدمر كل الجدود المزعومين للحوت. الكارثة ان تحليل الشريط الوراثي الدي ان ايه بين الكائنين دول الاندوهيوس وحفيده الحوت طلعتهم مختلفين تماما. يعني قالوا دب، لا ده بقرة، لا ده خروف. طب بطلنا نتكلم على كائنات عايشة، عشان كل ما كائنات عايشة لقيناها بالدي ان ايه مش نافع، ناخد لنا واحد مندثر ما يعرفوش يثبتوا بالدي ان ايه انهم مختلفين، وطلع لهم حفرية فيها دي ان ايه، ولما درس الدي ان ايه مقارنة مع الحوت طلعوا مختلفين. وزي ما يقول لنا المرجع انه معلومات الدعاء انه الاندوهيوس ريلاتيف للويل ده يناقض دراسات على الدي ان ايه، contradicts most of the data from DNA from at least 12 or 13 years old. ايه رأيكم؟ الكلام ده اتنشر في ساينس ديلي في 19 مارس 2009. ها، ايه رأيكم اقدم لكم مثال على خديعة من الخداع الكثير جدا المليان بيها ما يسمى علوم التطور اللي انا اضيف عليها كلمة الكاذبة؟ فقدمت لكم كمية الخداع حتى الآن كتير قوي. ما هو if God does not exist everything is permissible، إن كان الله غير موجود فكل شيء مباح. أخويا الحبيب أستاذ كريستيانو، مبسوط بوجود حضرتك معنا وكل الأساتذة الأحباء. الخدعة دي اللي هضرب لكم مثال على الأمثلة الكثيرة جدا في الخدعة التطور للأسف بتدرس للطلبة كحقائق، ويطلع يا رب الطالب مقتنع ودماغه مغسولة إن التطور حقيقة، يروح المدرسة شوية والجامعة ويروح المتاحف ويطلع خلاص لا ده تطور ثبت 100%. هتفصل في ايه؟ انتوا لسه بتؤمنوا بالكتاب المقدس ده اللي بيقول لكم ان ربنا خلق كل كائن كجنسه؟ خلاص بقى كبر الكلام ده. ادي الخدعة اللي بيدرسها لهم عشان يقتنعوا بالكلام ده. خدعة منهم ايه؟ البحث ده اول ما ظهر في سنة 2007. البحث ده تقدم ايه؟ ان الدي ان ايه يثبت أن الإندوهيوس جد الحوت. تخيل طالب لسه بيدرس وابتدى يتذبذب، ها
بروح مدارس الأحد بيقولوا لي إنه ربنا خلق كل الكائنات كأجناسها زي ما بيقول تكوين واحد. أروح المدرسة وأروح زيارة للمتحف يقولوا لي لا، الكائنات جت بالتطور. ويطلع له في مجلة علمية ويطلع له في التلفزيون العالم البراق بالهالة الخادعة إياها، والعلم أثبت بعلم الجينات وتحليل الجينات إن الإندوهيوس جد الحوت. ده هيحصل إيه؟ خلاص هياخد قراره. العلم صح، الكتاب غلط. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ قدم البحث ده، جه ثيوسين، والكلام ده اتنشر في مجلة نيتشر طبعا حبيبة الملايين في ديسمبر 2007، وآدي الريفرنس بتاع البحث ده. وناس من الأسماء البارزة من جامعة أوهاي وي خلاص بقى ده العلم بقى أثبت جينيا انه فعلا لقينا جد الحوت، عظمة على عظمة يا طبيعة، والعلم اللي بيثبت التطور. وقال فيها الحيتان أكثر قربا إلى حيوان منقرض يشبه الخنزير ومعروف بالخنزير الهندي أو إندو هيوس. آدي نص الكلام وجبت لحضراتكم المرجع. لكن سنة بعدها العلماء بدأوا، إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ بروفيسور زي بروفيسور جيسيكا ثيودور وزملائها كثيرين من جامعات مختلفة، آدي الريفرنس قدام حضراتكم أهو على الشاشة، درسوا بحثوا واكتشفوا. إيه اللي أنت بتعمله ده في بحثك أنت والمجموعة العلماء اللي معاك؟ كل ده بقى عشان تثبتوا إن أنتوا لقيتوا جد الحوت. لقيوا إن هو أخفى بعض الأشياء وأهمل عن عمد، رمى أبحاث رماها في الزبالة، تعارض كلامه. أبحاث للدي إن إيه تنفي تماما إن الإندوهيوس ليه علاقة بالحوت. أوه، ده كان عنده أبحاث تثبت العكس، رماها في الزبالة وقدم بحث يقول لك الإندوهيوس تم ثباته إن هو جد الحوت. إيه رأيكم؟ وطبعا بحثه هو اللي يتنشر في مجلة نيتشر. الأبحاث اللي تكشف كذبه ما تتنشرش في مجلة نيتشر ولا مجلة ساينس، لا مش ناقصين، مش عايزين الناس تتلخبط. ينشروا البحث الجاي بتاع أدلة أكتر على جد آخر للحوت، لكن مش هينشروا الأبحاث بتاعة إثبات الكذب والتزوير اللي بيتم في محاولات إثبات التطور. تقول إيه العالمة جيسيكا ثيودور وغيرها من العلماء؟ تقول العالم ده اللي هو ثيوسين لم يستخدم دليل الدي ان ايه اصلا، هو استخدم فقط دليل من الحفريات ليخترع شجرة عائلة ويصل لاستنتاج بحثي. ادي نص كلامها. السبب، وتكمل كلامها، في ان شجرتهم مختلفة، وده على فكرة واحدة تؤمن بالتطور هي وزملائها. السبب في ان شجرتهم مختلفة هو ببساطة تم عن إيه؟ عن طريق حذف كل المعلومات الجينية. أوبا، ده أنتوا كمان بتلعبوا في المعلومات وتزوروها، واللي تثبت إن كلامكم غلط تحذفوها وترموها في الزبالة؟ هو ده العلم؟ وتركوها خارج المعطيات. الكلام ده طبعًا ما يتقالش في البحث. مش هيتقال في مجلة نيتشر. مش هيتقال في ديسكفري تشانل. تكمل كلامها وتقول الخلاف بدأ بعد اكتشاف حفرية جديدة للإندوهيوس كتب عنها بواسطة ذي ومجموعته. هذا الحيوان عاش من حوالي 48 مليون سنة مضت في المياه وكان يتغذى على اليابسة. تكمل وتقول عندما درس علماء الأحياء شجرة العائلة المعتاد أن يعتمدوا على الشكل الظاهري، بمعنى آخر شكل العظام، وأحدث من هذا يعتمد على إظهارات الدي إن إيه، بمعنى أن العلماء يستطيعوا أن يستخدموا معلومات الدي إن إيه كوسيلة أخرى لإعادة تركيب شجرة العائلة. كويس، أمال هو عمل إيه؟ لا ما عملش الكلام ده. هو عايز يثبت أن الحفرية دي جد الحوت. فتقول لكي نحصل على أفضل فهم الباحثين يضموا مصدري المعلومات في تحليل واحد. ولكن ماذا فعل زي ومجموعته من علماء التطور المنزلين المعصومين اللي ما بيخطئوش؟ دول علماء. عملوا ايه؟ هم
أنهم تركوا تحليل أساسي للدي إن إيه خارج بحثه، تقول ثيودور. جيسلر وثيودور يجادلوا ترك المعلومات الدي إن إيه هو تجاهل معلومات مهمة. آدي نص كلامهم، وآدي الريفرنس لو حضراتكم عايزين تتأكدوا من اللي أنا قلته. والكلام ده اتنشر في ساينس ديلي في 19 مارس 2009. إيه رأي حضراتكم؟ ما رأيكم في علماء التطور؟ يحذف نتائج دي إن إيه عشان بس يطلع بحث يثبت فيه إنه الإندوهيوس جد الحوت؟ وطبعا أول ما يثبت البحث ده على طول تنهال التثقيفات والمنح والشهادات العلمية والمؤتمرات والتشجيع، ويجمع ويلمع نجمه وهكذا وهكذا وهكذا. وده هدف كل واحد. ومرة تانية، If God does not exist, everything is permissible. إن كان الله غير موجود فكل شيء مباح. لو كان ده اللي هيديك شهرة وهيديك مكانة علمية وشهادة جديدة ومنح مالية أكتر انك تزور النتائج، وعارف انه حتى لو اكتشف كلامك ده هتلاقي اللي يدافع عنك وبشدة لان انت كنت بتحاول تثبت التطور، طبعا لازم تعمل الكلام ده في مجالك العلمي. العلماء مش منزلين للأسف. العلماء زي اي بشر، طالما بعد عن ربنا هيكون برضو بنفس الاسلوب. ده اللي عمله، ورغم ذلك علم الجينات أثبت إن كلامه كذب. الإندوهيوس مش جد الحوت. هو ده العلم اللي بيقدمه لنا التطوريين. الدي إن إيه لهذا الكائن اللي هو الإندوهيوس، لا، وضح إن هو ملهوش دعوة بيه. ده ممكن لو في تشابه يتشابه مع سيد قشطة. بكرة عارفين هيقولوا لكم إيه؟ سيد قشطة جد الحوت. سيد قشطة كده عجبته الحالة في المية الرطبة، وقعد يدخل كل شوية في المية ويوسع بقه زيادة وزيادة لغاية ما هوبس بقي حوت. ايه رأيكم؟ بالإضافة للاختلافات اللي بالألاف بين الهيكلين، ما بين الاندوهيوس وما بين الحوت، عشان يتحول الاندوهيوس ده للحوت زي بحث جيري بيرجمان، يقول لنا التالي: تغيرات جذرية مطلوبة في الأنظمة كلها. على سبيل المثال يقولك: والرضاعة والتنفس والغطس وأسلوب التغذية والجهاز العصبي والعين، لأن طبعا لازم يبقى محميين في المية، وفي السمع والتحول من مشي لعوم، في أسلوب الحياة. أمثلة أخرى إضافية تشمل. الراجل ده بيقولك: هو أنتوا بتقولوا لنا إيه؟ أنت متخيل ما بين الخنزير الصغنن ده والحوت حاجة بسيطة؟ كل دول لازم يختلفوا. وفقد شعر الجسم لكي يصبح أملس، وتحول الطرفين الأماميين إلى مجاديف، ويخسر الطرفين الخلفيين، وتطور ذيل للعوم، وتحرك الأنف للخلف لأعلى. آلاف التغيرات مطلوبة ليتحول كائن رباعي الأقدام بري إلى ثدي مثل السمكة اللي هو الحوت. آدي نص كلامهم. ويقول إيه؟ وده مش بس وكده تتغير الأنظمة دولة، كل هذه الأنظمة، يكمل بيرجمان كلامه ويقول: كل هذه الأنظمة متداخلة. الأنظمة دي مش هي الإنسان عبارة عن كيس ولا شوال محطوطة في شوية أورجانز وأنظمة. الأنظمة دي بتتفاعل مع بعض متداخلة. وزي ما عرفنا برضو الجينات، جين بينتج أكتر من وظيفة، وأكتر والوظيفة يدخل فيها أكتر من جين. كل هذه الأنظمة متداخلة وتعمل معا بتوحد، منظومة بتشتغل مع بعض بتنسيق. فمطلوب تتغير أيضا، مش بس الأنظمة تتغير بالألاف، أيضا يتغير العلاقة بين كل الأنظمة مجتمعة. زي ما يكون عندك سوفت وير بتاع كمبيوتر عايز تغيره عشان تحدثه شوية، بس المشكلة ان السوفت وير ده داخل في اكتر من برنامج تاني، فلازم تحدث الكل علشان الكل يشتغلوا مع بعض، وفي الاخر يطلع واحد بعد ما تعمل المجهود ده كله، واحد يطلع يقولك: مش تخيل، حصل بالصدفة العشوائية البحثة، سبحان الطبيعة، وتقبل انت الكلام ده. ادي المرجع بتاعه للكلام اللي شرحه في هذا الامر. زي ما قلت في الجزء السابق، تغير اختلاف آلاف الأنظمة
كل نظام بمئات وآلاف الأعضاء والأنسجة، يعني بنتكلم بأقل تقدير 100 ألف اختلاف وفرق تشريحي، كل منهم بيتحكم في من عشرات لمئات الجينات المميزة بين كل منهم، وأيضا هذه الجينات يتحكم في كل منهم جينات تنظيمية مستوى أعلى. عشان يكون الكائن ده الاندوهيوس العامل زي الخنزير الصغنن جد الحوت، كل جين مختلف بأكواده اللي بالألاف، لو احتاج بس 10 أجيال عشان يتغير أو يضاف جين جديد من عدم ليس له وجود سابق. وعشان ما صعبش المسألة على التطوريين، تخيل إن كل 10 أجيال هيطلع لي جين جديد، إيه رأيكم؟ نسهلها لهم. معلش، ما انت مع التطور لازم يكون صدرك متسع لهذا الكلام، رغم ان ده ما بيحصلش في الطبيعة اصلا. عندنا كائنات كتيرة بنربيها ومش كل 10 أجيال بنلاقي جين جديد طلع لنا، ده ما بيحصلش اصلا في الطبيعة. فلو كل جيل بياخد 10 سنين وكل جين تعبيري بيحتاج 10 أجيال، وكل جين تنظيمي بيتحكم في الجين التعبيري كمان هو التاني عايز له 10 أجيال، وكل عضو 10 جينات وبس، ايه رأي؟ يعني مش هبسطها اكتر من كده، ايه رأيكم؟ فيكون عندي 100 ألف اختلاف في 10 سنين في 10 أجيال للعضو في 10 جينات في تخليقية في 10 جينات تنظيمية، يعني بنتكلم على بليون سنة. 100 ألف في 10 في 10 في 10 في 10 بنتكلم على بليون سنة. يعني المفروض الخنزير الحلو المقطقط الصغنن ده جد الحوت اللي الطبيعة نفخت في صورته فبقي حوت، المفروض يكون موجود في زمن ضعف زمن الكامبريان عشان يكون عنده فرصة كل هذه الأجيال تطلع كل هذه الجينات تكون كل هذه الأعضاء وهذه الاختلافات علشان يتحول من خنزير لحوت. وطبعا ضعف زمن الكامبريان يعني البري كامبريان، البري كامبريان ده اللي هو زمن بتاع وحيد الخلية فقط بليون السنة. يعني المفروض الخنزير ده كان عايش هو وحيد الخلية كده مع بعض لازم، هو والبكتيريا والأميبا كده بياكلوا في طبق واحد من بليون سنة. طبعا الكلام ده خرافة أنا عارف، عشان يبدأ يتطور تدريجيا لحوت بأقل تقدير. هل حد عنده اعتراض على الحسبة دي؟ واللي عنده اعتراض يا ريت يرفع ايده، واول ما هخلص وقربت يقول لي انا جاهل وي 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 كلامك كله الكلام المعتاد اللي بيتكتب على التكست. ايه رأيكم؟ والتكيف ليس تطور، لان التكيف ما فيهوش جينات جديدة، التكيف هو تكيف بنفس المحتوى الجيني، ما فيهوش جين جديد بيطلع ولا ينتج من عدم. ليه ما بيردوش على الكلام ده وبيقول ده من الجامعات اللي بتدرس التطور أي أدلة علمية ردا على هذا الأمر أو تفسره؟ مع ملاحظة حاجة، أنا قلت لحضراتكم 10 جينات فقط صح؟ في 10 أجيال يطلع لي جين جديد، ده طبعا مش صحيح. العضلات ما بيتحكمش فيها 10 جينات، ده أكتر من كده بكتير. بل حتى لو أخذنا حاجة واحدة بس، الطفرات، قدمت لحضراتكم الأبحاث اللي أثبتت أنه حتى رغم أن أنا لا أقبل أن يوجد طفرات مفيدة، وشرحتها بالتفصيل في 6 محاضرات عن الطفرات والقوانين بتاعتها في علم الجينات اللي أنا اشتغلت فيه، لكن لو هناخد أنه ما بين كل 100 طفرة سيئة طفرة مفيدة بتضيف معلومة جينية جديدة، رغم أن ده ما بيحصلش في الطبيعة، إيه رأيكم؟ يعني كمان عندي عشان يحصل 10 طفرات المفيدة الجداد اللي كل طفرة بتحصل في 10 أجيال، أنا محتاج إن احتمالية 10 طفرات المفيدة دول الطفرة المفيدة الواحدة بتطلع من 100 طفرة سيئة، من كل 100 طفرة. وزي ما قلت لكم موضوع الكلام اللي اتكلموا عنه العلماء بالتفصيل في موضوع حقل الألغام والكلام ده كله لو تفتكروا، وارجعوا للمحاضرات بتاعة قواعد الطفرات. ده أنا لو حطيت 100 دولة، لأنه من كل 100 طفرة سيئة واحدة تبقى مفيدة، وضربت 100
في البليون يعني 100 بليون سنة عشان يتطور الخنزير ده جينيا إلى حوت. بس معلش، عمر الأرض هو 4.6 بليون سنة بس، ده لو تماشينا مع ادعاءاتهم في الحقب والكلام الخرافات ده. والجد اللي المفروض بدأ ينقسم ذاتيا من 4.1 بليون سنة بس، بل عمر الكون حسب ادعائهم من البيج بانج من 13.7 بليون. يعني الاندوهيوس عشان يكون عنده فرصة جينية يتطور لحوت لازم يكون الاندوهيوس موجود من قبل الكون، قبل الكون وقبل كل الكلام ده كله، البيج بانج والكلام ده كله، عشان يتطور تدريجيا لحوت. ايه رأيكم؟ لو حد عنده دليل علمي واحد عكس اللي انا بقوله وخاصة من قواعد الطفرات يقدمه لي، دليل علمي واحد، دليل علمي واحد ملاحظ مختبر متكرر واحد، مش عايز اكتر من كده، يقدمه لي. ايه رأيكم في الخيال ده اللي بيقدمه لنا ويلقبوه بعلوم التطور اللي بيغسلوا بيها مخ الطلبة؟ سابوا كل ده ومسكوا لنا عظمة فك بادعاء الهومولوجي. بص الفك الصغنن ده ما بين الخنزير ده والحوت اهو مش شبهين، يبقى ده جد الحوت. عظمة على عظمة يا علم يا طبيعة. ايه رأيكم؟ ايهما اقرب علميا؟ لو في حتى تشابه حاجة صغيرة في الفك وسابوا الباقي، ان الخنزير ده يكون جد الحوت ولا يكون الاتنين دول المصمم بتاعهم واحد كومن ديزاينر هو اللي خلق الاثنين فيوجد شيء بسيط من التشابه والباقي مختلف بما هو مناسب للحياة، ومتصممين الاثنين بهذه الروعة. طفرات العشوائية ما تعملش الكلام ده ومخالفة للطبيعة. ايه رأيكم نسيب كل ده ونسيب الأبحاث العلمية الجينية ونصدق ان الخنزير الصغنن ده بقي حوت؟ ايه رأيكم؟ مع ملاحظة أن الكم من التغيرات لم يثبت في أي كائن حي حاليا عشان نسبة التطور. على سبيل المثال، إزاي يتطور قلب من حجم الصباع الإبهام أو ثلاث صوابع إلى قلب في حجم عربية صغيرة زي الفوكس واجن والحاجات اللي زي دي؟ قلب الخنزير ده عامل زي صباع الإبهام، قلب الحوت عامل زي العربية. ممكن تقول ازاي القلب ده اتطور تدريجيا واحنا درسنا موضوع الرد على ادعاء تطور، رد على التطور من خلال هل يصلح تطور القلب والدوره الدمويه؟ فاكرين بنظام رباعي ونظام شرايين مختلف تماما جمله وتفصيل ما بين بعض، ومين فيهم الاول؟ ما هو ما ينفعش كل حاجه بتحصل في نفس اللحظه. هل بدا الكائن يكبر وقلبه لسه صغير فتحمل هذا القلب الصغير تطور الكائن إلى كائن كبير؟ ما ينفعش يموت. ولا حصل له العكس، الكائن بدأ قلبه يتضخم ويكبر ويبقى عملاق وهو لسه خنزير صغنن في حجم الجينيا بيج أو أكبر منها حاجة بسيطة في حجم الأنفد. مين فيهم الأول؟ وأي واحد قبل التاني ده كارثة، بالإضافة لكل اللي قلته سابقا من الأوعية الدموية ومن إضافة للتوصيلات والضفائر العصبية والكلام ده كله اللي ينفي تماما خرافة التطور. حاجة تانية، إزاي تطور الولادة من كائن ثدي بيولد في الهواء في العادي إلى الولادة تحت الماء لكائن بيتنفس الهواء وهو الحوت برضه، مع ملاحظة أي عدم اكتمال في تطور الجنين لما يتولد ده قاتل، بس لو الجنين بينزل ميت مخنوق لأنه بيولد في المية يعني بيندثر، ده إيه اللي هيتطور فيه؟ ده عياله بيموت في المية. ده بالإضافة لكل ما شرحته سابقا في ادعاء خرافة تطور التناسل اللي ينفي تماما خرافة التطور، واحنا بنتكلم على تناسل الأجيال. ده لو في عدم اكتمال بسيط مفيش خلفة أو الأجنة ميتة ده مفيش تطور، ده اندثار وليس تطور. اللي هيندثر ده مش هيتطور في شيء. ازاي يطور معدل الرضاعة؟ انتوا عارفين الحوت بيغذي الرضيع بتاعه ازاي؟ بيغذيه بمعدل رضاعة من 8 ل 10 لتر في الدقيقة. الحوت عشان الجنين او الرضيع ما يتخنقش
له القدرة على إنه يغذي جنينه من 8 ل 10 لتر في الدقيقة علشان يمصهم يطلع ياخد نفس. متخيلين؟ إزاي يتغير رضاعة في الحيوانات البرية الثديية؟ ما إنه اللبن بيخرج عن طريق إن الجنين أو الرضيع هو اللي بيمص اللبن في الثدييات البرية في جلد الحوت زي الخنزير المزعوم ده، إلى إن الحوت الأم هي اللي بتضخ اللبن بنفسها في فم الرضيع وبسرعة شديدة لما تقرر عشان يطلع ياخد نفس ما يتخنقش. ممكن تقولوا لي هذا النظام الرائع إزاي يحصل بطفرات عشوائية بالصدفة بالطبيعة الغبية الغير هادفة الغير عاقلة؟ ولو جدلا حصل الكلام ده، مين اللي اتطور الأول؟ إنتاج اللبن الكتير أم ضخه الأسلوب اللي بيضخه بسرعة أم استقبال الرضيع لهذه الكمية؟ وأي واحد في الثلاثة، ودي كلها أنظمة معقدة، قبل التاني الرضيع ميت وخلاص خلصنا واندفر. ازاي تطور الجهاز التنفسي في هذا الكائن اللي ما يقدرش يكتم تنفسه زي الخنزير دقايق وبيتنفس لا اراديا، الى نظام التنفس في الحوت اللي بيكتم نفسه ساعات وتنفسه اراديا فقط عشان يوصل لاعماق 1650 قدم تحت سطح الميه؟ وشرحت في الجزء السابق موضوع التنفس بشيء من التفصيل اللي يجب ان يتغير تغير جذري، فيجب ان يتحول في نفس الوقت من النظام اللا ارادي، احنا ما بنفكرش في كل نفس بناخده ده لا اراديا الا لو حبيت بس اكتم نفسي حاجة صغننة. الحوت العكس، الحوت لا اراديا هو كاتم نفسه وما بيتنفسش غير اراديا بس لما يقرر ياخد نفس، لكن لا اراديا هو نفسه مكتوم. يعني لازم تتحول الصورة عكسية، اي عدم اكتمال ده الحوت ما بيتنفسش مات، اي خطوة سابقة للاخرى مش هينجو فيها. ممكن حد يقول لي ازاي يتم ده بطفرات عشوائية بحتة في نفس الوقت بطريقة تتعدى حد الاستحالة في الاحصاء؟ ممكن تقولوا لي ازاي؟ معلش، ما انا على قدي، ما انا بأؤمن بالتصميم والخلق، فانا اكيد غبي، فحضراتكم اللي بتؤمنوا بالتطور الاذكياء اشرحوا لي ازاي تتغير الكليتين بهذه الطريقة. الكائن البري بيحتاج كليتين تعمل على التخزين والتبول لأنه بيشرب مياه عذبة بطريقة مناسبة زي أي كائن بري، لكن حفيده الحوت ما بيحتاجش للنظام ده، بيحتاج نظام مختلف تماما عشان عايش في مياه مالحة. أيضا أي خطوة قبل الأخرى، عارفين مشكلة الكلى لو باظت بيحصل إيه للكائن ده؟ مميت، تسمم. أي خطوة سابقة للأخرى أو أي عدم اكتمال ده كائن ميت. الميت ده هيتطور إزاي ويكمل رحلة التطور لغاية ما يبقى الحوت؟ وكل قال ايه بطفرات عشوائية بحتة وفي نفس الوقت، بس الطريقة تتعدى حد الاستحالة ولازم تقبل هذا الكلام، اصله بيتدرس ومش في كائن واحد زي معتاد، زي ما قلت لحضراتكم لازم يكون باستمرار في كائنين مذكر ومؤنث وفي نفس المكان وفي نفس الزمان وتحصل بيهم تغيرات جسدية وجنسية مناسبة عشان يتناسلوا مع بعض عشان كمان النسل بتاعهم هو اللي يسود. ايه رأيكم؟ قصص وهمية التطور ده، ده خيال، ده أسوأ من ألف ليلة وليلة، ده مش علم. علم التشريح الحقيقي وعلم الجينات الحقيقي بين في كل هذه الأساطير. الصحيح علمياً هو التصميم والخلق من البداية، ورغم ذلك بيصروا على الخرافات دي علشان نقبل أن سمكة أم إيه مشت في البرية وأجيالها اتطورت وأصبحت كائن برمائي لكائن ثدي لزاحف بري ثدي لفجأة قرر يرجع للمية وتدريجيا طور بقي حوت مائي مرة تانية. كل ده علشان بس ينفو الواضح علميا بوضوح شديد جدا، وهو التصميم اللي مصرين على رفض جملة وتفصيلة. علماء كتير قالوا الكلام ده حقيقي خيال زيادة على اللزوم، ما ينفعش، ما يتقبلش علميا. جي تيلور الشهير بتاع القفزات، فاكرينه؟ جي تيلور قال ايه؟ تحديدا صعب ان يقبل خطوات بالصدف غيرت بامتداد وقادت الى اشكال حياة جديدة مثل تطور الطيور من زواحف، واكثر غرابة عودة ثدييات الى الحياة في المياه مثل حالة الدرفيل والحيتان. بيقول الكلام ده اكثر غرابة، الكلام ده ما يتصدقش. ادي نص كلام الراجل، وده من التطوريين.
وآدي المرجع قدام حضراتكم. إيه رأيكم في الخيال ده اللي بيلقبوه بعلوم التطور؟ كل ده لهدف واحد بس، عارفين إيه هو؟ نفي التصميم الواضح المثبت بكل العلوم جينيا وتشريحيا وغيره، لكن ده مش هيقبلوه. التصميم ده مرفوض تماما، حل ما ينفعش بالنسبة لهم، أوبشن ممنوع يتحط على الترابيزة النقاش. ليه؟ أصل التصميم ده اللي كل العلوم الحقيقية تشير إليه واللي هو مرفوض بالنسبة لهم كاختيار، يثبت إن هناك طالما تصميم يبقى يوجد مصمم، يعني إله خالق. أكمل في الجزء الجاي مفاجآت تانية في جد الحوت، تكشف لكم أكتر وأكتر خداع أسطورة التطور زي تطور الحوت وتطور الحصان وغيره، لكن كل الهدف ده عشان يخدعوا أولادكم في المدارس ويتركوا الإيمان ويمسكوا بما يسمى بعلوم التطور، ويبقى سهلة جدا إن هي تقود للإلحاد. آسف طولت، ربنا يبارك حضراتكم.